مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. مثال آخر حول التقليم الصيفي مثل ما شاهدتم في الفيديو السابق، اليوم تكملة سأقوم بنشر فيديو حول الأشجار الكبيرة كآخر مثال، ثم أتطرق إلى موضوع الأشجار الصغيرة وكيفية التقليم الصيفي. تابع الفيديو إلى الأخير لكي تستفيد. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة ودعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعليق في استفسار، وسنسعد بتوجيهكم إلى الفيديو المناسب للإجابة عنكم أو في التعليقات وغير ذلك. مرحبا بكم مرة أخرى. كنا شرحنا أهم العوامل أو القواعد التي نتبعها في التقليم الصيفي أو التقليم الخضري للأشجار متساقطة الأوراق مثل التفاح والإيجاص. اليوم نأخذ مثلا هذا المثال، هذه الشجرة لدينا هنا ساق رئيسي كما تلاحظون، أسف على الرياح، هنا حامل ثمار يعني ساق ثانوي حامل الثمار، لدينا ثمرات هنا جيدة وممتازة، ثم ينطلق هذا الحامل من هذه النقطة ويذهب في هذا الاتجاه. بطبيعة الحال سنقوم بقصه في الشتاء، لكن في التقليم الصيفي وبما أن هذا النمو حديث هو يعود فقط لهذه السنة، نقوم بعد هذه المسافات، مسافة واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ثم نقوم بالقص هكذا بهذا الشكل. لدينا القاعدة الثانية أيضا نراعي هذه النموات الحديثة والعمودية، سنقوم بقصها على كل حال في الشتاء، لذلك سأقوم بقصها والتخلص منها الآن أصدقائي. إذا وجدنا هنا فروع متنافسة صغيرة نقوم بقص أحدها هكذا بهذا الشكل ونحافظ على هذا، نفس الشيء نقوم بقطعه هكذا. هو تقريبا نفس قواعد التقليم الشتوي، لكن في التقليم الصيفي نقوم فقط بقص الفروع أو النموات الحديثة التي تعود إلى هذه السنة، عكس التقليم الشتوي حيث يمكننا قص كل الفروع حديثة قديمة بعمر 4 سنوات 20 سنة، لا حرج في ذلك. أيضا هذا حامل للثمار أقوم بتربيته والذي ينطلق من الساق الرئيسي، أقوم بالعد حوالي 3 مسافات إلى 5، 1 2 3 4، وأقوم بالقص هكذا لكي يتمركز الغذاء والماء هنا، وستتحول هذه البراعم الورقية إلى براعم ثمارية في الموسم القادم بحول الله. أيضا في هذه النقطة لدينا ثمار هنا كما تلاحظون، ثم ينطلق منها هذا النمو كسرطان للماء أو سارق للمياه أو سراق الماء بالدارجة الجزائرية، أقوم بقطعه والتخلص منه مباشرة لأنه لن يثمر في قادم المواسم وسيقوم فقط بالنمو والاستحواذ على الغذاء وغير ذلك بدون فائدة. أصدقائي الفلاحين كما تلاحظون أمثلة كثيرة، ربما أنتم استوعبتم الدرس. إذا كان هنالك استفسار يمكنكم ترك تعليق وسأسعد بالإجابة عليكم. هنالك أيضا مثال آخر أود مقاسمته معكم، مثلا لدينا هذا، ها هو هذا ساق رئيسي كما تلاحظون، ها هو ينطلق من هذه النقطة ويصعد، قمت بقصه هنا في الشتاء ثم أخذ هذا الاتجاه وقمت بقصه هنا كما تلاحظون هنا في هذه النقطة في الموسم الفارض أو الذي قبله، ثم قمت بقصه هنا لكي يأخذ الساق الرئيسي دوما درجة 45 درجة بشكل مائل كي يكون متينا قويا يعني قادرا على حمل أكبر عدد ممكن من حمولة